مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. هذه قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. جامعة السلطان قابوس تنظم حلقة نقاشية عنوانها قراءات في تاريخ لغات شبه الجزيرة العربية وتوثيقها. الجمعية العمانية للتصوير الضوئي تعلن نتائج المسابقة الشهرية لشهر مارس الماضي. تلسكوب اللاسلكي الأوروبي لوفار يكشف صوراً تتسم بدقة لعشرات الآلاف من المجرات. أهلا بكم إلى التفاصيل. نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم التاريخ بكلية الآداب حلقة نقاشية عنوانها قراءات في تاريخ لغات شبه الجزيرة العربية وتوثيقها، الهبيوت والكمزارية نموذجا، بالشراكة مع مركز الدراسات العمانية والبرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك عبر الاتصال المرئي. تستهدف الحلقة التي يديرها الدكتور إبراهيم البوسعيدي الأستاذ المساعد في التاريخ الحديث والباحثين والمختصين والأكاديميين من داخل وخارج السلطنة إلى جانب طلاب الدراسات العليا. جدير بالذكر أن الاهتمام بهذه اللغات واللهجات المحكية يأتي في إطار الجهود للحفاظ عليها وصونها من الاندثار من خلال توثيقها ودراستها والتعريف بها باعتبارها جزءا مهما من تراث ثقافي غني ومتنوع ومتفرج ونتاج تطور حضاري إنساني على مر التاريخ. أعلنت الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب نتائج المسابقة الشهرية لشهر مارس الماضي التي يتمحور موضوعها حول فنون وطقوس القهوة. وتلقت الجمعية ما يقارب 297 صورة معبرة عن الموضوع المطروح ل190 مصورا وهاويا ومحترفا، فكانت الميدالية الذهبية من نصيب المصور الضوئي عبد الحميد البلوشي، وحازت المصورة الضوئية إيمان الحسنية على الميدالية الفضية، فيما حصد الميدالية البرونزية فنان الفيابة المصور سعيد الشعيلي. كما أعلنت الجمعية عن محور شهر إبريل الجاري بعنوان أهلا رمضان، والذي يدور حول استعدادات الشهر الفضيل المتعلقة بالروح والجسد، حيث سيكون يوم 27 من إبريل الجاري آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة بها. الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي ضمن الفعاليات التي تقيمها الجمعية العمانية للتصوير الضوئي عن بعد، التزاما وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. كشف تلسكوب لوفار اللاسلكي الأوروبي عبر سلسلة من الدراسات عن صور تتسم بدقة غير مسبوقة لعشرات الآلاف من المجرات التي تشكل نجوما أو مجرات الحضانة النجمية فيما يسمى بالكون الشاب. وهذه المرة الثانية التي تتوفر فيها بيانات من هذه الشبكة التي تضم نحو 70,000 هوائي موزعة على 10 دول أوروبية ترصد جسيمات تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء، تتسارع بفعل أحداث كانفجارات النجوم أو اصطدام كتل المجرات أو نشاط الثقوب السوداء. يتمثل الأساس العلمي للمشروع في دراسة تكوين المجرات وعمل الثقوب السوداء في وسطها، كما ركز التلسكوب على مجال واسع من السماء الشمالية مع ما يعادل وقت تعرض أطول بعشر مرات من ذلك الذي أتاح له وضع أول خريطة كونية له عام 2019. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الزائرون يتدفقون على حقول زهور في كاليفورنيا مع تخفيف قيود الإغلاق.
أهلا بكم مجددا. يسعى علماء لرصد وتسجيل ما تبقى من الأعشاب البحرية غرب المحيط الهندي، حيث ذكر برنامج للأمم المتحدة أن النشاط البشري يسهم في تدميرها. يسعى هؤلاء العلماء لرصد وتسجيل ما تبقى من هذه الأعشاب البحرية في بانك سايا دي مالها، ذلك الركن النائي بغرب المحيط الهندي، إذ يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن النشاط البشري يسهم في تدمير ما يعادل مساحة ملعب لكرة القدم من هذه الأعشاب كل 30 دقيقة في مختلف أنحاء العالم. وتتحرك الأعشاب البحرية في تيارات المحيط عبر هضبة جبلية تحت سطح الماء تعادل مساحتها مساحة سويسرا. وأرسل العلماء كاميرا يتم التحكم فيها عن بعد لتسجل لقطات نادرة لما يعتقدون أنها أكبر غابة من أعشاب البحر في العالم. We do know that it appears that it is the largest contiguous seagrass bed. وتقول كيرستن تومسون المتخصصة في علوم البيئة بجامعة أكستر إن من المرجح للغاية أن هذه الغابة الضخمة من الأعشاب تقوم بدور كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ، كما أنها تستوعب قدرا كبيرا من الكربون المنتشر في المناخ. It most likely has quite a large contribution to climate change mitigation. وتقول دراسة نشرت عام 2012 في مجلة نيتشر جيوساينس إن الأعشاب البحرية تلعب دورا كبيرا في تنظيم البيئة بالمحيطات، وتخزن من ثاني أكسيد الكربون المسبب لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مثلي ما يمكن أن تخزنه الغابات على الأرض. ويمكن للدول التي تأمل أن تحقق نتائج إيجابية بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون أن تحسب أعشابها البحرية وما تخزنه من كربون في خطوة أولى لاعتماد مقدار ما تخفض من انبعاثات من أجل تداوله في نهاية الأمر في السوق المفتوحة. وتعمل الأعشاب أيضا على تقليل حموضة المياه المحيطة بها، وهي وظيفة لها أهمية خاصة لأن المحيط يمتص قدرا أكبر من ثاني أكسيد الكربون من الجو ويصبح أكثر حموضة. ويشير أحدث حصر لأعشاب البحر في دراسة نشرت عام 2009 إلى أن من المعتقد أن غابات أعشاب البحر تنكمش بنحو 7% سنويا على مستوى العالم. وتقول الدراسة إن هذا التقدير مبني على البيانات غير الكاملة التي كانت متاحة آنذاك، لكن دراسات وافية أجريت مؤخرا على بعض المناطق تبرهن على الضرر الذي يمكن أن يلحقه النشاط البشري بالأعشاب البحرية، ومن بينها دراسة نشرت الشهر الماضي في نشرة Frontiers in Plant Science أوضحت أن التلوث الناجم عن التعدين والضرر الذي تتسبب فيه المصايد ربما يكون قد ساعد في القضاء على 92% من الأعشاب البحرية حول بريطانيا خلال أكثر من قرن. وتقول الدراسة إنه لو كانت هذه المناطق لا تزال على حالها لأمكنها استيعاب حوالي 400 مليون سمكة وتخزين ما يصل إلى 11 مليون ونصف المليون طن من الكربون، أي ما يعادل 3% من انبعاثات بريطانيا الكربونية في عام 2017. ومن أعماق البحار إلى اليابسة، حيث تفتحت الورود في حقول الزهور الشهيرة بمدينة كارلسباد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالكامل بشكلها المميز، وتجذب الزائرين برونقها وألوانها الزاهية. الورود في حقول الزهور الشهيرة بمدينة كارلسباد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تفتحت بالكامل وتجذب الزائرين برونقها وألوانها الزاهية. هوري التي تقع على بعد 34 ميلاً إلى الشمال من مدينة سان دييغو تضم أكثر من 70 مليون زهرة لتعرض مشهداً سنوياً خلاباً يجذب الزائرين من أنحاء كاليفورنيا ومناطق أخرى. وكانت هذه الحقول قد أغلقت معظم الوقت في 2020 بسبب القيود المفروضة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، لكن الحظ السعيد يحالف الزائرين هذا العام، إذ انخفض عدد حالات الإصابة بالفيروس وانتقلت كاليفورنيا من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالي بالنسبة لقيود الإغلاق، مما يعني أن الحقول يمكنها استقبال الزائرين مجددا. وقالت الزائرة مايا ماسكيوني إن الجميع يشعرون بسعادة بالغة
ومثلها مثلهم تستمتع بالزهور وبالوضع الذي يبدو وكأنه طبيعي. وقال الزائر أرتي كريتون إنه بدأ يشعر بتخفيف القيود قليلا، وإنه من الرائع مشاهدة هذا الجمال والخروج من المنزل للاستمتاع باليوم مع زوجته، موضحا أنها من المرات الأولى التي يخرج فيها من المنزل منذ وقت طويل، وعبر عن إعجابه بجمال الحقول التي لم يزرها من قبل. ويوضح مدير عام الحقول فريد كلارك أن هذه الحقول هي أيضاً مزارع تشغيل ينتهي مسار إنتاج الزهور فيها عند بائع الورود والمتاجر الكبرى. نشرة انتهت، ولكن قبل ذلك هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة السلطان قابوس تنظم حلقة نقاشية عنوانها قراءات في تاريخ لغات شبه الجزيرة العربية وتوثيقها. الجمعية العمانية للتصوير الضوئي تعلن نتائج المسابقة الشهرية لشهر مارس الماضي. وتلسكوب اللاسلكي الأوروبي لوفار يكشف صورا تتسم بدقة لعشرات الآلاف من المجرات. قدمنا لحضراتكم أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية. فريق أخبار الثقافة يتمنى لكم السلام. إلى اللقاء.